مرحبا جديد من دروس اللغة الإنجليزية للمرحلة المتوسطة، واليوم عندنا درس جديد من كتاب النشاط للصف الأول متوسط English for Iraq Activity Book page 40 and page 41 from unit 3 lesson 9 من الوحدة الثالثة الدرس التاسع. قبل أن نبدأ درسنا هذا اليوم، إذا كنتم جديدين بالقناة لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل الإشعارات وضغط اللايك دعم الفيديو ودعم القناة. أيضا يمكنكم الاشتراك في قناة التليجرام بالمعرف الظاهر أمامكم. عندنا مجموعة من التمارين راح نتعلم الطريقة الصحيحة لحل هاي التمارين. نبلش بأكتيفيتي أي. طبعا هذا التمرين جدا جدا مهم، يجيكم كفوكابولري أو مفردات، تستعمل المفردة المناسبة من بين الأقواس وتنزلها أمام الجملة المناسبة إلها. يقول لنا complete the sentences، أكمل الجمل. Use these words باستعمال هاي الكلمات and phrases وأيضا المقاطع. عندنا كلمات ومقاطع راح نستعملهن حتى نكمل الجمل مالتنا. مثل ما ذكرت مهم جدا تركزون عليه، تحفظوا وتكتبوا بالدفتر الخاص بكم لأن يجيكم بالامتحان الشهري. عندنا number one. They go to the beach. They go to the beach. هم يروحون للشاطئ. They go to the beach. مش نستعمل in the park في المنتزه، in the mall في المول، when it is hot لما يكون الجو حار، after dinner بعد العشاء، for lunch للغداء أو yesterday. طبعا أكيد شفنا الشيء الوحيد المناسب إله they go to the beach when it is hot. When it is hot. Number two, Mona eats a sandwich. منى eats a sandwich. منى تتناول ساندويتش. In the park في المنتزه. In the mall في المول. After dinner بعد الغداء بعد العشاء. For lunch بعد الغداء. Yesterday بالأمس. أكيد راح تكون for lunch. For lunch للغداء. Number three. Layla drank some lemonade. Layla drank some lemonade. ليلى شربت بعض الليمون. ليلى شربت بعض الليمون. المقطع المناسب إلها راح يكون after dinner. After dinner بعد العشاء. Number four. جاسم does his homework. جاسم does his homework. بقالنا yesterday in the mall in the park. أكيد راح يكون الشيء المناسب إله yesterday، فنكتب yesterday بالفراغ. Number five, Huda bought a new dress. Huda bought a new dress. Huda اشترت فستان جديد. In the park or in the mall. Huda bought a new dress in the mall. Huda اشترت فستان جديد في المول. Number six, Ahmed lost his camera. Ahmed lost his camera. Ahmed ضيع الكاميرا مالته. وين ضيعها؟ In the park. في البارك المنتزه. بهاي الطريقة نحل Activity A، يعتمد على فهمنا لمعاني هاي المفردات ومعاني الجمل. راح تكون مفهومة بالنسبة لنا إذا فهمنا معاني كل جملة من ذني الجمل. تمرين مهم جدا، اكتبوا بالدفتر احفظوا واعرفوا شلون تختارون الإجابة المناسبة بالاعتماد على المعنى الخاص بها. عندنا Activity B. Change the verbs in exercise A. غير الأفعال بتمرين A. هذا الأفعال go, is, run, does, bought, lost. To the present perfect للمضارع التام، زمن مضارع التام. Write new endings واكتب نهايات جديدة to the sentences للجمل. إذا نريد من عندنا نغير هاي الأفعال إلى زمن المضارع التام ونغير النهاية الخاصة بكل جملة. مثلا عندنا they have gone to the beach and will be back later. هم راحوا إلى الشاطئ وراح يرجعون لاحقا. Number two, منى نغيرها منى is
راح تصير منى has eaten. طبعا منى مفرد وتاخذ الفعل المساعد has. منى has eaten اللي يصير الى eaten. eaten a sandwich. So she is not a hungry. لذلك هي مو جائعة. Number three. Layla drank some lemonade. راح نغيرها إلى Layla has. Layla has drank. طبعا اليو مكان الA. Layla has drank some lemonade. So she is not thirsty. غيرناها. So she is not thirsty. لذلك هي ما عطشانة. Number four. جاسم does his homework. جاسم سوى الواجب البيتي مالته. تمام. جاسم does his homework. جاسم does his homework. نغيره إلى جاسم has done his homework. جاسم has done does تحول إلى done his homework. So he can watch TV. مكان السردي غيرنا إلى so he can watch TV. لذلك هو يقدر يتفرج التلفاز. Number five. Huda bought a new dress. نغير Huda has. Huda has bought a new dress. Has bought. Has bought a new dress. So she can go to the party. لذلك تقدر تروح الحفلة. Number six. Ahmed lost. حصل أحمد has. Ahmed has lost his camera, so he feels upset. تمام. Ahmed has lost his camera. Ahmed ضيع الكاميرا مالته, لذلك هو upset. Okay. هاي طريقة حل activity B. مثل ما ذكرنا غيرنا الفعل إلى زمن مضارع التام وخلينا الفعل مناسب لكل ضمير أو لكل اسم. ننتقل إلى صفحة 41. Page 41. Activity C. تمرين C. Write about yourself. هسه يريد من عندنا نكتب حول نفسنا. عندنا مجموعة أسئلة أو سؤالين يريد من عندنا نجاوب بما يتعلق بنفسنا. مثلا What games have you played this week? What games have you played this week? شنو اللعبة اللي لعبتها هذا الأسبوع? What games have you played this week? طبعا تقدر تجاوب I have played football, basketball and tennis. جاوبنا بزمن مضارع التام. Number two. Write three things you have done today. Write three things you have done today. اكتب ثلاث أشياء سويتهن اليوم. I have done my homework. I have visited my friend. And I have gone to the beach. Or I have gone to the beach. بهاي الطريقة نجاوب على هذا السؤال. عندنا activity D وآخر تمرين. أيضا سؤال جدا مهم. مفردات vocabulary. من بين الأقواس نستعمل المفردة المناسبة. حتى نخليها بالفراغ المناسب إلها. تعتمد على فهمنا لمعاني الكلمات. وطبعا مثل ما تشوفون هنا عندنا كلها ظروف حال. politely بأدب أو يعني لما نكون شخص حسن السلوك نصيح له politely مؤدب. angrily بغضب. slowly ببطء. will بشكل جيد. beautifully بشكل جميل. loudly بصوت مرتفع. fast بشكل سريع. carefully بحذر. easily بسهولة. quietly بهدوء. happily بسعادة. sadly بحزن. noisy بشكل مزعج. وbadly بشكل سيء. وعندنا آخر شيء nicely بشكل لطيف. كلها هاي مر علينا ظروف الحال راح نستعملها بالفراغ المناسب لكل جملة. عندنا number one. The policeman shouted. رجل الشرطة صرخ at my father على أبي when drove to. إذا راح أخلي بالفراغ المناسب at my father angrily بشكل غاضب when he drove too fast. تمام. The policeman shouted at my father angrily. رجل الشرطة صرخ على أبي بشكل غاضب when he drove too fast من ساق بسرعة.
Number two, I always speak to my grandmother. I always speak to my grandmother. And دائماً أتحدث إلى جدتي. Politely, بأدب, بشكل مهذب. Number three, my uncle speaks English. خالي أو عمي يتحدث اللغة الإنجليزية very well because he often goes to London. My uncle speaks English very well because he often goes to London. Number four, Gwen always does her homework. Gwen هي دائما تأدي أو تسوي واجبها المنزلي easily بشكل سهل. Number five, Len played his music, so his father was angry. Len played his music noisily. شغل أغاني بشكل مزعج. So his father was angry. لذلك أبوه كان غاضب. طبعا هذه هي الحلول لهاي التمارين. سؤال جدا مهم Activity D وأيضا Activity A مهم جدا. هذين التمرينين لازم نركز عليهم نكتبهم ونحفظهم ونتعلم شلون نجاوب عليهم بشكل صحيح عن طريق فهمنا لمعاني المفردات. هذا كل ما عدنا بدرسنا هذا اليوم. نهاية درس، لا تنسوا الاشتراك بالقناة، تفعيل جرس الإشعارات، وضغط زر اللايك دعم الفيديو ودعم القناة، أيضا يمكنكم الاشتراك في قناة تليجرام المعرف الظاهر أمامكم. نلتقيكم في درس آخر وإلى اللقاء.